السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خلود من قناة طلة حلوة. النهاردة هنتبل فرخة بمكونات بسيطة وسهلة. معايا المكونات، طبعا معايا الفرخة بس انا حطها على جنب دلوقتي، هجيبها لكم دلوقتي عشان بس ايه اقول لكم على التتبيلة عشان الكاميرا، بس عشان المساحة. دي طماطماية، دي طماطمتين مضروبين في الكبة، وبصلة وفلفل، وقبل كده قلت طبعا هتزودي المكونات حسب الكمية اللي عندك. البهارات بتاعتي معلقة صغيرة من بتاعة الشاي، معلقة كركم، كاري، زعتر، دقة، ملح، الملح طبعا حسب برضو الرغبة بتاعتك، معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، معلقة بهارات لحمة وفراخ. لو ما عندكش بهارات لحمة وفراخ اكتفي باللي انا بقوله ده. معلقة نص معلقة قرفة، نص معلقة جنزبيل، ربع كوب خل. معانا الحاجات الجميلة دي اللي بتدي ايه بقى الطعم ده الجديد بتاعنا النهاردة، مستردة، دبس الرمان، صويا صوص. طبعا انت ممكن تقولي انا هشتري دبس الرمان وهشتري صويا صوص وهشتري مستردة، او المستردة دي بتبقى معلش موجودة في كل يعني متوفرة جدا ومتوفرة في كل البيوت او عند معظم البيوت، لكن انت ممكن تقوليلي اهو انا هجيب دبس الرمان دي كلها وصويا صوص دي عشان اتبل فرخة؟ لا، دي بقى اولا الحاجات دي مش غالية، المستردة تقريبا ب 12 جنيه، الدبس الرمان الازازة دي تقريبا ب 23 جنيه، صويا صوص ده ب 20 جنيه، والازازة دي تقعد معاكي حسب استعمالك طبعا، يعني ممكن تقعد 3 4 شهور حسب استخدامك انت، لان طبعا مش كل مرة هتعملي الفراخ او اللحوم بنفس الطريقة، الحاجات دي بتدخل في تتبيلة الفراخ، اللحمة، الكبدة، بعض انواع الاسماك، مش كل الاسماك، في حاجات كتير جدا في ناس بتحطها برضو على الاكل، على الاكلات يعني، على السلطات والحاجات دي. هقول لكم بس ايه الطريقه دلوقتي، فانا بس حبيت اعرفكم ان الحاجات دي متوفره جامد في اي هايبر، ومش مكلفه، يعني لما تجيبي دي وتقعد معاكي فتره طويله جدا مش مكلفه، فانت مش هتجيبيها بس عشان الفرخه. والفرخه الحلوه دي معانا اهي شايفينها، بس انا هركنها على جنب اهي، وهجيب طبق فاضي طبعا، حط فيه بقى ايه البصل، طماطم، والفلفل، تمام، حط فيه ربع كوباية الخل، حط البهارات بتاعتنا كلها. هنيجي بقى للمستردة، دي معلقة اكبر شوية، شايفين المعلقة دي، المعلقه دي تقريبا دي بتاعه غرف الرز، ما عندكيش المعلقه دي يبقى معلقتين كبار من بتاعه الاكل اللي انت بتاكلي بيها الرز. ادي معلقه، معلقه كبيره اهي مستردة، اوكي، ده صويا صوص، هنرجه كويس كده، نفتح الازازه وناخد معلقه، ادي معلقه، مش عايزه اقول لكم يعني صويا صوص ودبس الرمان وفي حاجه تاني اسمها خل البلسمك، دي بفتحها اهي، بيدوا تيست عالي جدا 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 للمشويات والصواني والحاجات اللي بتعمل فرن. بصوا ده، دي ماده لزجه، بتنزل بصعوبه، لان عامله زي العسل الاسود، بصوا يعني هي كده بتنزل بصعوبه، هي رخمة شوية في نزولها يعني، معلش اهو بس انا عشان اوريكم بس ايه المقدار. ده دبس الرمان يا جماعة، ده طعمه مش مزز، الصويا صوص طعمها فيها مزازة شوية، صويا صوص مسكر شوية، ادي معلقة، تمام كده، تيجي اقلب الخطوات بتاعتي اهي، تقلبيها جامد، الخليط على فكرة بيبقى لونه غامق شوية علشان الصويا صوص ودبس الرمان. عايزه تحطي معلقتين زيت حطي، بس يعني انا بقول الفرخه فيها دهون كتير فمش محتاجه معلقتين الزيت دي،
كده حتى لما بدخلها الفرن بصراحة مش بدي من الصينية يعني. انا خلاص كده عملتها، جيب الفرخة بتاعتي نفس الطبق، وبعد كده طبعا بتحطيها في صينية وتدخليها الفرن. بصوا اركنيها على جنب كده في نفس الطبق، تكوني فاتحة الفرخة بتاعتك. بصي انا فاتحة في الجنب اهي، تحطي كده تبليها كده، حطيها بقى كام ساعة. بصي انا فاتحة، بصي بتفتحي الصدر ازاي عشان يتحشي كويس. تمام. بصوا معلش بقى انا هعمل بايدي، انا اصلا يعني بحب شغل الايد بصراحة عن المعالق. بصي عشان تعرفي تدخلي الحشو كده، بصي عشان نحمي الفرخة كويس يعني، لكن هنقعد نعمل بالمعلقة بقى بصراحة بحس ان هي مشكلة، لكن كده عشان تحشيها كويس كده. خليها بقى كام ساعة. بصي جيب الخليط بس تدعكي كده طبعا بإيدك عشان ايه المعلقة بقى مش هتعمل لنا اي، بصراحة مش عارف احمي الفرخة كده. يلا الجو ساقع والفرخة بتستحمى، ومش عايزة اقول لكم المكونات دي ساقعة ازاي في ايدي يعني، حاجات كانت في التلاجة، وحتى لو مش في التلاجة بصراحة بتبقى ساقعة جدا، ايدي تلجت والفرخة كمان ساقعة. فكده احنا حمينا الفرخة كويس جدا اهو، بس كده تركنيها بقى ساعة ساعتين تلاتة ليلة كاملة. يعني تقريبا هركنها ساعتين في التلاجة، وبعد كده بقى هتجيبي صينية وتحطيها كده زي ما هي تكون اتشربت. إيه هتحطيها بقى على دي هتبقى فوق يعني، لما تيجي تحطيها في الصينيه انا هوريلكوا بعد السوا. هتقلبيها كده وتفتحيها طبعا، بس انا دلوقتي مخليها لوشها لفوق عشان تشرب من التتبيله كويس. فانت لغايه ما تيجي تسويها هتكون هي اتشربت كويس جدا، فتقلبيها وتقومي عايزه ترشي معلقه زيت رشي براحتك عليها كده. مش عايزه خلاص اكتفي بالدهون بتاعه الفرخه، وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما اطلعها من الفرن اسويها، شكلها جميل والطعم اجمل. ممكن امسح ايدي بقى كده، خلاص منظر الفرخه هرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما اسويها. ورجعت لكم تاني عشان اوريكم شكل الفرخه، هي لسه طالعه من الفرن حالا تقريبا، حتى الدخان بتاعها باين في التصوير. ده شكلها النهائي، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي بجد، لاني الحاجات الصوص اللي انا حطيته ده بيخلي الاكل طعمه حكايه بجد. يا ريت كل الناس اللي ما جربش يجرب، مش هيخسر حاجه في حاجه في كميه بسيطه حتى. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتدخلوا على قناتي وتعملوا لايك وشير، ومتشكره لكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.